حاضر هنوريك يا فانوس في القلاية. امشوا من شافكم انا غلبان. لو جرح يحطوا له جاز. ريحة السولار مع اللحمة اللي اتعفنت. لو ابونا فانوس هيموت دلوقتي. لازم نعرف هدف الناس كده. اقول لكم حاجة اكتر من اللي بتنور، انه لم يدن انسانا مدى الايام. انا اكتر من مرة دخلت القلاية بتاعته ما لقوش. كان احيانا بيغيب كده ويسلم على بأس هو. انا بالمسيح مستعد للسماء. هو تفتكروا حته ابونا فانوس اللي هو بيبص ناحيه شمال ويمين ويتكلم في اي حاجه؟ لا لا لا، في نوع يتغش فيه ما يلقطش بسرعه القداسه اللي جواه. روح الاباء الشيوخ البريه اللي مليانه بالحكمه الرهبانيه، حقائق حيه في حياه ابونا فانوس. جايين من المنيا والواد ميت من امبارح. لما جه ابونا بكاريس هنا وخدني فوق وقعدت معاه قلت له هو ده. فقلت لبابا كروس تقول ابونا الدير بتاعنا فاض، كنت التلميذ لسه مرمينا ما فيهوش حد يا سيدنا، عايزين نملاك ما تجيب لنا ابونا يوسف. قال لي ما يرضاش يطلع من الدير يا ابني. كذلك يبقى ابونا فانوس برضه مش هيقدر يطلع من الدير. فالقداس ما بيقول طب صلي لنا ابونا فانوس، قال انا بصلي لك الله يكون بعونك، ربنا معاك. تبقى عندنا كتير يا حبيبي، ربنا معاك دايما نطمن عليك. ربنا يكون معاك يا شيخ. صلي للكنيسه كلها. الراهب المضيء القمص فانوس الأنبابولة. يسر مجمع رهبان دير الأنبابولة العامر بالبحر الأحمر بالبرية الشرقية أن يقدم الجزء الثالث لحياة ومعجزات وأقوال أبونا الطوباوي مثلث الرحمات القمص فانوس الأنبابولة. إذا كان الإنجيل هو البشارة المفرحة، فكان أبونا فانوس في دير الأنبابولة والكل محبيه والزائرين هو الفرحة الحقيقية لكل إنسان بيقابله. نتعلم من كل أقواله ومن كل تعاليمه ومن كل معجزاته اللي لغاية دلوقتي بتحصل كل يوم لكل واحد بيتشفع باسمه أمام رب المجد يسوع. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. شفت أيقونة للمسيح، وأنا أحب إن إحنا لما نشوف أبونا فانوس ما نشوفوش بعيد عن المسيح. المسيح هو اللي إدى لأبونا فانوس الطعم والريحة الزكية، إداله كل حاجة حلوة إحنا شفناها. فوإحنا بنتكلم عن أبونا فانوس إحنا بنمجد المسيح. ذكرى في القديسين عطرة، فسيرة أبونا فانوس ذكرى عطرة. يعني هتقول إيه في واحد عايش بقمة حياة التجرد، لبس، ممتلكات، أكل، معيشة، خلاف كده يعرف كل شيء. استغربت جدا إزاي هو عارفني، لكن لقيته عارف تفاصيل حياتي. كان أي حد يخش كان على طول يبقى عارفه وعارف تاريخه بالروح القدس الساكن فيه. والحقيقة أبونا فانوس مملوء من النعمة والروح القدس، وكان راهب مثالي في نسكه وفي رهبانيته وكمان في تأثيره على الناس. سنة 2003 خدت مجموعة ألمانية ورحنا نزور دير القديس العظيم الأنبابولة، فأنا كنت بترجم أقول له طلباتهم وهو كان يختار الآية المناسبة لكل إنسان، وابتدى يمشي مع كل واحد وكل واحدة ألمانية ويقول له أو يقول لها آية خاصة، وفوجئ الجميع بأن اختار آيات تتناسب مع كل واحد ومع كل واحدة بالنسبة للوظيفة بتاعته أو بتاعتها. الرجل العظيم أبونا فانوس الأنبابولة مش هيكرر في الرهبانة لحد ما تخلص. عنده كل حاجة، أغلب الفضائل عنده، روح الشفافية وروح الكشف وروح النبوة وكل حاجة. أنا أما يقرب من 40 سنة وأنا معاه.
لمس الناس في القمص فانوس الأنبابولة رائحة المسيح، فكان الإكليروس أساقفة ورهبان وكهنة والشعب يأتون من كل مكان في العالم لنوال بركته. تسمع عنه لكن لما بتشوفه تقول هو ده أبونا فانوس. فهو كان إنسان مطلع وكان بسيط، ومع كده كان في حاجات بيجاوب عليها بحكمة، مش أي إجابة يعني. كنت بتقعد مع أبونا يوسوس بتاعنا؟ بتاع أنطونيوس؟ أنا صغير. أنت صغير في السن؟ هو طبعاً بيبقى فيه ألوف رايحين هناك عندهم أمل إن هم يقابلوا ويشوفوا أبونا فانوس، وأنا واحدة من ضمن الألوف دي. بس قاعد بصص لنا وبعدين قال لي على فكرة أنتي هتجيبي ولد وبنت. فحتى قلت بصيت لأبونا فقال لي مدام قال لك كده يبقى هيبقى كده. يعني أنا مش رايحة أسأله في ده خالص يعني، ولا يعني مش داخلة بفكر في كده، أنا رايحة أخذ منه بركة بس إن هو يعرف إن أنا هجيب ولد وبنت. أنا مكنتش حامل وقتها لسه. أبونا فلتقوس كان قامة روحية عظيمة جدا ورجل معجزات يعني. ففي مرة كنا قاعدين أنا وهو بنتكلم على أبونا فانوس، فبيقول لي عارف يا دكتور هاني اللي أنا أقعد أتعب في الصلاة فيه طول الليل أبونا فانوس يعمله برفعة صباع للسماء. فكان هو عزة صامتة وكان مدرسة بحالها يعني، دائما يركز على قراءة الكتاب المقدس باستمرار وحافظ آيات. كان أي واحد محبط أو متضايق يروح له فيكون هو سبب فرح ليه وسبب تعزية لكل الرهبان. مثال التواضع، مثال التقوى، حب العطاء، التجرد للممتلكات. بخلاف كل مواهب الروحية الرهيبة كان أب حنين لكل حد من أولاده. أي حد تعبان يخش له بس الجلاية أبونا يبتسم بس أهلا بس خلص. من كتر حب ربنا في قلبه كان بيفيد علينا احنا كلنا بالحب، لا يدين حد ولا يتكلم على حد، وشايف كل الناس بالنسبة له حلو، كل واحد فينا ليه معاه قصة. أختي كان حصلت لها حادثة في الدير المحرق سنة 88، كان حصل حريق وأختي وقعت في البوابة والناس مشيت عليها، فحصل لها زي شلل يعني رجل ما بتتحركش خالص. فجت هنا قالت لي ما عندكش حاجه لابونا فانوس؟ قلت لها اجيب لك الجلابيه كان مدهاني، اديتها لها، لبست الجلابيه الصبح كانت بتمشي. كان لي اخ مسافر شرم، العربيه خبطته عملت له حادثه صعبه جدا، دخل عمليات، عملوا استئصال للطحال، استاذ دكتور يوحنا شهدي استاذ في كليه الطب عين شمس، يعني عمل اللي يقدر عليه، ركبوا له جهاز تنفس صناعي. في اللحظة دي اتصل حد من أباء الدير وكان أبونا فانوس كلمني، فأبونا فانوس قال بنفس اللفظ كده ربنا يكون معاك يا رامي أخو تيموساوس. الدكتور قال لي متأكد إن ده أخوك اللي احنا عملنا العملية يوم الثلاثة قلت امبارح؟ إيه التحسن الرهيب اللي حصل؟ قلت له طب أبونا فانوس اتصل، قال لي كده أنا فهمت. كانت قلايت أنا برا الدير، هو قلايته كانت هنا جوه الدير، فأنا كنت قاعد في القلاية بقول لحم، فبقول لي الصوت اللي كنت بتقول بيه اللحم جميل. قلت له الصوت ايه يا ابونا؟ قال لي اللحم اللي كنت بتقوله. فبقول له طب لحن ايه؟ قال لي كنت بتقول لحم افرحي يا مريم. استغربت ان المسافه بين القلايتين بتاع 250 متر وانا جوه مبنى وهو جوه مبنى تاني وسمع كل حاجه وانا في القلايه. في يوم كنت معادي أصحى الساعة 10، فنمت في عقرب راحت لسعاني في رجلي. جسمي ده السم ماشي في جسمي كله، ما فيش لا عقاقير ولا أدوية ولا دكتور ولا حاجة، بأسناني الطب على بعض طقطق لوحديها. أنا قلت يعني لو ربنا عايزني أعيش أحضر القداس وأتناول مع أبونا فانوس.
كان سوق بيتات برشيشين انا هم يا جنهم نمنا تشلي نم اجان تبهم ترسن تبهجاجي. فحضرت القداس ونشكر ربنا ما فيش حاجة بعد ما لك حضرت القداس وخدت بركته. درجة السياحة هي درجة روحية عالية أنعم بها الله على قليل من القديسين، وأنعم الله على أبونا فانوس بهذه الدرجة وصار من أعلى من وصلوا لها في جيله، متشبها بأبي أنبا بولا أول السواح. أبونا يا سلام بابولا يتكلم عن أبونا فانوس إن أبونا فانوس ده من آباء السواح، وإحنا لمسنا الموضوع ده تماما. كان أبونا فانوس دايما إن هو في الصوم الكبير من كل سنة لازم يصلي قداس يوم حد مع أبونا يا سلام بابولا في أي بلد هو كان يروح. كان أبونا يا سلام بابولا كان بيخدم في بلد اسمها البرومبول. قبل تقديم الحمل مباشرة يبص يفاجئ بابونا فانوس داخل من وسط الكنيسة، طبعا بين برومبول وبين دير البحر الأحمر مسافة جامدة دير الأنبا بولا، فكان بيجي ويدخل الكنيسة في وسط الشعب ويصلي مع أبونا يسا ويمسك هو الذبيحة ويناول الشعب كله، وبعد كده بيخرج من الكنيسة على أساس السؤال المعتاد فين دورة المي، يطلع دورة المي هي مكان بيستخبى فيه ويختفي. في يوليو سنة 1979 وكان معايا ربنا يديله الصحة الأستاذ عوني فريد عطية ابن أبونا مخيل عطية وشقيق نيافة الأنبا دانيال، عند الطريق إلى عين المية شاورولنا قالوا لنا أبونا فانوس أهو. فعوني جاي من عين المية وأنا رايح، فأبونا فانوس إحنا جرينا مرة واحدة ناخد بركته، فهو جري هو دخل في الألالي اللي هي في الطريق عن المية، والألالي دي ليها مدخلين، فأبونا فانوس دخل، أنا دخلت من الناحية الشرقية والأستاذ عوني دخل من الناحية الغربية، أنا والأستاذ عوني اتقابلنا سوا ولم نجد أبونا فانوس. فده دليل إن أبونا فانوس وصل لدرجة من السياحة إنه يختفي في ثواني ولا يراه أحد. كان عنده طاقة في قليته، من خلال الطاقة دي كان بيمد إيده ويبارك الشعب الموجودين. أبونا فانوس لما لاحظ إن حد بيصوره راح قفل الطاقة، واتسابونا من أريوس اللي كان طالع بالرحلة قرب للطاقة دي وخبط عليها وقال له شعب بني مزار يحب ياخد بركة يا أبونا، قال له بعد شوية بعد شوية. هما بيتلفتوا ورا كده لقوا زيطة وراهم على بعد حوالي 100 متر، لقوا أبونا فانوس اللي هم منتظرينه في قليته متواجد في وسط مجموعة ورا 100 متر ورا. جه إمتى وجه منين وطلع إمتى وطلع منين؟ كان مرة مع سيدنا الأنبا دانيال كلموني وأنا هنا، وسيدنا كلمني وقال لي أبونا فانوس هيكلمك، راح قال لي هقابلك على الجبل. قلت له هاجي أقابلك يا أبونا، قال لي هتشوفيني على الجبل. عمال عايز أجدد فيزا أجدد فيزا، فكل مرة نجدد، فقالوا لو دخلتي حدود كندا وحتى لو طلعتي تاني يوم انت بتجددي فيزا في نفس اليوم. فروحنا بالعربية، وطبعا بتعدي على جبال، والجبال دي صعبة جدا لان بتسحب الاكسجين. فساعتها انا حسيت ان انا بتسحب وداني بتصفر، وحتى وانا حاطة الاكسجين جسمي زرق كله. اضطرينا نوقف شوية ولقيت ابونا فانوس جاية جبل وعطاني قوة. شفته موجود. كان بيصلي الأولاد عشان ربنا ينجيهم من الضيقة ونجاهم. سنة 2013 كنت رايح الدير، كانت الساعة تقريبا حوالي الساعة 3 بالليل، على ما وصلنا طريق سامي سعد بتاع إسماعيلية. طريق سامي سعد ده كان كله شجر، وقبل كده قتلين ناس برضو فيه،
لقيت عربية طالعة من وسط الشجر، واحد بيضرب من فوق واثنين من الجناب، يعني ثلاث رصاصات علينا. قلت الله إرهاب، وأنا صوت يا أبونا فانوس ويا أبونا فانوس، انقذنا يا أبونا فانوس، الحقنا يا أبونا فانوس. فضل ضرب النار يشتغل علينا، ضرب الكاوتش اللي ورا، ضرب تانك البنزين بتاع العربية من ورا، وضرب في ظهر العربية رصاص، خرمت الجنط والشاسيه بتاع العربية، دخلت رصاصة من الشنطة خرمت الكنبة، حسيت بيها الضربة في ظهري أنا وماما، يعني كان رصاص رشاش كبير كده، وضرب النار مستمر مش عايز يوقف. التانك من ضرب خلص البنزين بتاع العربية، العربية بنزينها خلص طبعا هنقف. العربية حسيت بقوة من السماء دفعت العربية بيا، وصلتني للمفارق بتاع بورسعيد إسماعيلية. كان كل اللي سمع بعد كده القصة وعرف قالوا انتوا ازاي عديتوا، اللي بيعدي من هنا بيموت على طول، هما بيقتلوهم. احنا في أثناء الثورة كنا في رحلة في رحلات الصعيد راجعين من سوهاج رايحين ناحية أبو تيج، وقبل قرية النخيلة خناق بين عيلتين، وعمالين نضرب على بعض نار من على الجنبين من ناحية دي ومن ناحية دي. بدأت ألاحظ حركة غريبة، العربيات عمالة غالبيتها بتلف وبترجع، أنا ماشي دنيتي داخل ونفوجئ عربية تطلع من ورانا كده بطريقة عجيبة كده، نقل جامبو محملة أنابيب مليانة، وجت قدامنا، ولما لقى الطريق مقفول ورشاشات محمولة على الناس راح ضارب فرملة جامدة جدا، عملت عفارة جامدة وراح عامل يوتيرن. احنا هنا في وش الناس نلاقي فيه حوالي 40 واحد شايلين سلاح عاملين زي أبوابة مانعين الطريق خلاص إن حد يعدي. فببص لابونا مكاروس بقول له يا ابونا مكاروس عمليا عدي ولا نروح فين ولا اتصرف ازاي؟ وفي وسط الموقف ده طبعا احنا قاعدين ساكتين ورا، لقى ابونا فانوس بيرن علينا، ابونا مكاروس راح فاتح ومشغل بزيك، انت ابونا مكاريوس انت فين دلوقتي؟ فانا بسرعه قبل ما ابونا مكاروس يرد على ابونا قلت له الحقنا ابونا، في ناس بتضرب على بعضها نار واحنا مش عارفين نعمل ايه، الف يا ابونا وارجع تاني ولا نمشي ازاي ولا عدي ولا؟ قال لا عدي منهم ما تخافوش. وراح ابونا فانوس عشان يخلينا يشيل رهبه مننا، انت ابونا مكاريوس؟ نعم يا ابونا قمص، هات لنا معاك 1000 ازازه كاكولا ساقعه و1000 بيضه مسلوقه. هات معاك 1000 ازازه كاكولا مثلجه، وهات معاك 1000 بيضه مسلوقه. ببص ما لقيت الا الناس اللي كانت واقفه عامله حائط بشر ديت والتكتل ده، راح فاتح السكه، ناس راحت على الشمال وناس راحت على اليمين على جد العربيه، عديت من نص الناس. العجيب في الموضوع انا معدي ابص في وشوش الناس ما حدش بيبص علينا، ما حدش شايفنا، ما حدش بيسالنا انتوا رايحين فين ولا بتعدوا ازاي. قبل ما نوصل ابو تيج الناس موقفه العربيات والعربيات اللي واقفه يمين وشمال جايه في المقابل، كل بيبص ازاي دول عدوا سالمين في الطريق ومحدش لمسهم حاجه ولا خدش في العربيه ولا اي حاجه. دي بركة أبونا فانوس. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. طول ما احنا ماشيين أبونا فانوس أبونا قال لي يا ابني أنا عايزك ترتبط بربنا مش بأشخاص. فمن كتر ما بيقول أبونا فانوس أبونا فانوس قلت له يا عم الله ينور عليك بقى، علشان هو فانوس يعني، فقلت له يا عم الله ينور عليك ما تسكت بقى يا ابني. انا طبعا يعني الكلام ده كان في اخر التمرينات، كنت يعني في اعدادي ولا حاجه، فقلت له لا بس هو راجل قديس وكده. لما قلت الكلمه دي حسيت جوايا ان انا مجرم بجد، احساس كده يعني، طب الراجل عمل لي ايه علشان اقول كده يعني؟ بعدين لقيت العربيه عماله زي ما تكون بتتشد كده، لان العربيه وقفت قبل كوبري الراهبين في الحته الضلمه دي. ابونا نزل يبص، فتح الكبوت يشوف مفيش ومفيش ناس مفيش حد. وبعدين قعدنا في العربيه، ابونا عمال يقول يا رب نعمل ايه، طب مفيش حد معدي، كان الوقت متاخر. قلت له يا بابا اللي حصل ده لانك انت ايه اتريقت على ابونا فانوس. فلقيت ابونا ابنوب سكت كده، بعدين قلت له بقول لك ابونا فانوس حللني وتسامحني، انا غلطان في حقك، انا حسيت بان العربيه حد بيزقها من ورا هيطيرني. وبعدين قلت له متشكرين يا ابونا فانوس بس بالراحه لو سمحت. ولما لقيت العربيه ماشيه بسرعه قلت له لا انا مهلك شويه. اذا الالسنه ايه لا للمؤمنين بل لغير المؤمنين، اما النبوءه فليست لغير المؤمنين بل للمؤمنين.
كنا برضو رحنا له في مرة تانية، كان معنا واحد اسمه جمال النمر. واحد بيسأله بيقول له مين اللي حيموت فينا الأول يا أبونا فانوس؟ قام قاعد يبص في كل واحد كده، يبص في كل واحد يبص كده، وبعدين قال جمال. قالوا له يا أبونا ده جمال ده لسه صغير يموت ازاي ده؟ قال له في الصفية دي. وفي الصيف فوجئت ان بيتصلوا بيا فعلا، قالوا ان جمال تعبان جدا وراح المستشفى، وفعلا تنيح جمال في الصفية زي ما ابونا فانوس قال. حاجة عجيبة جدا، الراجل ده عجيب وشخصية فريدة، واحنا ما نستحقش موطئ قدميهم وبيبقوا عايشين في وسطينا وما بنحسش بيهم. كان يطلب الخير دائما لأولاده ولكل من سأله الصلاة من أجله، فكان يتكلم دائما بما هو خير لهم. من 2001 تقريبا كنت حسيت بوجع جامد جدا في ظهري، رحت كشفت وعملت أشعات، لقينا اللي فيه ورم في النخاع الشوكي. فاتصدمنا صدمة حياتنا كلها. عندي إصرار غير عادي إن أبونا فانوس يصلي العماد، أبونا فانوس بالذات. بنقول لأبونا في مشكلة في ظهري وفي ورم في النخاع الشوكي، والمشكلة كبيرة جدا، ودي لو اتعاملت فيها ريسك جامد جدا في العملية. لو ما اتعملتش العملية في خلال 6 شهور هتكون قاعد الفراش. ده هيتشل يعني هيتشل؟ رد علينا قال لك إن شاء الله ما تعملش عملية عم عماد. فضلت الحاد فترة كبيرة جدا حوالي 4-5 سنين، حسيت إن أنا مفيش وجع مفيش ألم. إن إحنا ما نعملش لحد دلوقتي عملية وعايشين زي ما حضرتك شفته ماشي على رجله تمام وكويس جدا، دي معجزة كبيرة جدا جدا من ربنا، تمت بصلوات أبونا فانوس، وعلاقتنا بيه ما انتهتش لحد النهاردة. مرة جورج ابني هو صغير في سن حوالي 12 سنة كان طلعت له غدة في زوره كده، وبعدين بعته الدير بالليل مع عمه وأخوه وأحد الأقارب، ودخل لأبونا وقالوا له صلي له. فأبونا كشف الشراب اللي في إيده فقال لي شفت يا ماما عبارة عن كلوب نور، ومسك البتاع دي الغدة دي عملها بإيده كده وقال له من الحول للحول هتخف. بعد وداني زيت دهنه بالزيت، وداني وبعت معاه زيت قال له خلي مقطة هنا كل ليلة. فكل ليلة أنا أدهنه أو سراتي أدهنه، كنا باستمرار كل ليلة ندهنه بعد ما ينام عشان ما يغسلوش يعني بعد ما ينام. وبعدين الولد خف قبل السنة كمان على 11 شهر تقريبا، كانت اختفت تماما، بقت تظهر تظهر واختفت تماما. وبعد ما كل الجراحين والدكاترة طلبوا إنه يعمل عملية وما عملش العملية بنعمة ربنا وبقى زي الفل. لسه بنزل على السلم وقعت، معرفش وقعت ازاي، طبعا أنا فقد الوعي. فدخلت المستشفى قالوا عملوا الأشعة، أشعة مقطعية، طالع نزيف داخلي وخارجي بالمخ. أول ما اتفتح الباب لقيت أبونا مكاريوس وأبونا بنيامين خارجين بأبونا فانوس يقعدوه في الجنينة بتاعة المستشفى. الحقنا أمال بتموت يا أبونا. أنا اللي فقت عليه لقيت أبونا فانوس ماسك الصليب كده ورافع عينيه للسما وقول يا رب اشفى أمراضها. إن الدكتور اللي عمل الأشعة لما جاب الأشعة قال لنا الحمد لله أنتوا تشكروا ربنا خالص، الأشعة فيها يعني شبه نزيف خارجي. قلت له إزاي يا دكتور؟ أشعة الجنزوري بتقول نزيف داخلي وخارجي حاد. قال أنا قدامي، قلت له الأشعة مسكها الدكتور فعلا ذهل. ابونا فانوس جه في نفس المستشفى اللي نيفين كانت بتتعالج فيها، فقلت له طب لو سمحت يا استاذ ابونا ممكن تكلمها في التليفون؟ ربنا يشفي جميع من مرضها. ربنا يخليك لينا يا ابونا فانوس. الدكتور مسك الاشعات كده حذفها على الترابيزه من كتر الخضه وقال لهم انتوا جايبينها لي بعد ايه؟ دي ايام بتقضيها. لان الورم كان ضاغط على القصبه الهوائيه ووصل للشريان الرئوي كمان سده، فما كانش فيه وسيله للتنفس. خدت معايا منديل ابونا فانوس كنت حاطاه معايا، واستاذنا الممرضه ان هو يبقى موجود معايا اثناء العمليه. وبعد ما عملت العمليه الحمد لله النفس رجع طبيعي جدا. دكتور عمل لي منظار عشان يطمن على موضوع القصبه الهوائيه، بيقول لي النتيجه مبهره جدا جدا، مفيش اي اثر للخياطه، مفيش اي اثر، كان ما اتعملش جراحه اصلا. كان يحب الاطفال وكان يتعلق بيهم، وهم الاولاد كانوا بيتعلقوا بابونا فانوس ويحبوه. انا كنت هقعد بس قلت لماما انا هروح عشان ابونا فانوس وحشني قوي.
كنت معايا بنتين، بنت 5 سنين وبنت 7 سنين. كنت بعاني من ألم شديدة جدا، كان في انزلاق غضروفي في فقرتين في الظهر، صعب قوي ان يحصل حمل تاني او ان حتى افكر فيه. كانت معايا بنت كبيره كانت بتساله يا ابونا عايزة يبقى لها اخ، فانا حتى قطعتها وقلت لها لا مش هينفع، ده انا ابونا تعبان على طول وصعب عليا ان انا يحصل حمل تاني. وقال له طب يا ابونا هيحصل حمل هتبقى كويسه؟ قال له اه. فبالفعل بعد زيارتي بابونا فانوس حصل حمل، وقعدت بقى كام شهر في حاله قلق جامده قوي، يا ترى يا رب هيطلع ايه؟ طب هو لو طلعت بنت؟ طبع الصعيده بيبقى مختلف، يعني بيبقوا عايزين يبقى في ولد. فاتصلت على ابونا مكاريوس، انا رايحه اعمل اشعه ومش هقول لحد ان انا رايحه اعمل الاشعه دي، قول لي اعمل ايه دلوقتي يعني. فقال لي طب سيبيني اسالك يا ابونا فانوس. ابونا شيرين مراد عم مجدي، خايفه من الاشعه، لحظه تطلع بنت، هتطلع بنت ولا ولد؟ ولد. سميه فانوس. ربنا يبارك. فرح لم تره عين ولم تسمع به أذن. وأعطاهم سلطاناً أن يصنعوا الأشفية والآيات والعجائب. كانت لي صديقة هي خادمة من كنيسة أسيوط اسمها نبيلة، ربنا مش بيديها أطفال، حصل عندها أورام لوفية في الرحم، دخلت للعمليات. أثناء العملية اتضح أن الرحم مليان أورام حميدية. من ضمن الحاجات اللي اتشالت في العملية الأنابيب الفلوب، وعمل حاجة اسمها سبتوتال هيستريكتومي اللي هي يعني استئصال رحم غير كامل. سنة 92 بنروح دير الأنبا بولا باستمرار أنا وهي، دخل أبونا فانوس بتقول لأبونا صلي لنا يا أبونا ربنا يدينا ناس، فراح قال لها زي اليوم كن معاكي طفل. مرت الأيام فجاءها الطبيب وقال لها مبروك انت حامل، ازاي البيبي يتحط فين؟ الرحم احنا شايلينه وانا شفته وانا اللي طلعت الرحم بايدي، البايضة مشت ازاي؟ يعني احنا شايلين الانابيب بتاعت فلوب. وولدت بالسلامة طفلة جميلة وسموها مريم. ورجعت للدكتور سعد الدين وخليته كتب المعجزة وبعتنا جواب بيها للدير. الولادة كانت متعسرة جدا، كنت تعبت جدا لما قعدت وقت طويل جدا في المستشفى. جوزي لقى ضغطي ان انا خلاص بموت، جرب يكلم ابونا فانوس على الموبايل ورد عليه ابونا مكاريوس وقال له يقول لابونا فانوس ان انا مراتي بتموت. فابونا فانوس دعالي وابونا مكاريوس قال خليها تسمي الولد فانوس وهو هيتولد. فانا قلت له لا الاسم تقيل قوي هو لسه صغير فمش هقدر اسميه كده. فقلت له طب علمون في خلال ساعة لو اتولد انا هسميه فانوس. انا في الوقت بتاع من وانا على السرير لغاية اوضة العمليات حاجة لا تتجاوز ال5 دقايق انا كنت خلاص ولدت. كان يوم 20/11/2004، اليوم ده كان يوم عماد ابني مارتن. بعد ما خلصنا العماد طلعنا لقيت ابونا فانوس، هو كان على طول بيعيط عشان كان عنده زي مغص على طول. ابونا فانوس شافه كده قال ده باينه جعان، طلب من ابونا مكاريوس قال له طب هات لي الببرونة اللي معاه، وفضاها فعلا. خد من تحت الحوض كان في سكر كده كله نمل، وخد بايده كده السكر، كبشة سكر كتيرة يعني مفروض 40 يوم مفروض ان هو ما يلمس بقه غير الرضاعة الطبيعية بس، وخد لبن نيدو برضو كبشة كبيرة، فبقى نص الببرونة فيها لبن نيدو بسكر اللي هو كله نمل ونصها فيه مية. راح ابونا فانوس مسك مارتن قعد يشربه كلها. مارتن قعد بعديها سنة كاملة ما بيحصلوش اي حتى برد او اي زكام او اي عيا. ميز الرب أبونا فانوس بعمل معجزات كثيرة أثناء حياته، ولكي يشهد له عن قداسته ومكانته العالية في السماء عمل على يديه معجزات كثيرة بعد نياحته.
كان عندي اكياس على المبيض، فجيل دكتور وقال لازم فورا تدخل اوضه العمليات. وبعد ما دخل طلع قال لجوزي، قال له يعني الحاله خطيره قوي، الحاله مش كويسه، لان لقيت في خراجين على كل مبيض، اليمين خراج كبير وعلى المبيض الشمال خراج كبير، ولقيت الرحم متهتك تماما. شلت الرحم وشلت الانابيب، حصل لي شلل تام في الامعاء، كلى مش شغاله بنسبه كفاءه كويسه. دخلت العنايه المركزه، عناء ما بعده عناء. فجت صاحبه اختي الكبيره، اختي قالت لها مش هينفع زيارات. فوقفت على الباب واديت خدوديه ابونا فانوس الشخصيه بتاعته، ابونا مكاريوس، اداني الخدوديه اللي كان بينام عليها. قلت له بصي بقى، انا مش هاجي احكي لك معجزات من بره ولا قصص في الكتب، انا هقول لك هو عمل معايا ايه. فبدات احكي لها المعجزات اللي حصلت في بيتي والمعجزات اللي حصلت بره من اصحابي بسبب الخدوديه دي، وربنا اتمجد بشفاعه ابونا فانوس. بقيت نايمه طول الليل حاطه المخده جنبي، كان معرفش حاجة غريبة قوي، كنت كل ما احط ايدي عليها كده حاسة زي ما يكون جسم حد، لحم حد، يعني مش كمجرد انها مخدة. مفيش شوية لقيت كذا دكتور بقى داخلين اللي هما كانوا متابعين حالتي، يلا يلا احنا بسرعة هنشيل الخرطوم، يلا خلاص احنا كده انتي مفيش اي حاجة. قلت له ازاي؟ قال لي كده دي معجزة اتعملت معاكي، وطبعا كل دوت يعني ببركة شفاعنا ابونا فانوس. كاية السلب شباك مسات البنات. وبعد نياحته كثيرا ما ظهر مع السيدة العذراء ليصنع الرب المعجزات والآيات على أيديهم. رحت للدكاترة، قالت لي انت عندك جرثومة المعدة، وابتديت اخد العلاج بتاعها. أثناء العلاج ابتدى يجيلي أوجاع جامدة جدا 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 في المصارين، تقطيع جامد قوي، ومع التولات ابتدى ينزل دم. رحت للدكتور قال لي لا، دي مش اعراض الجرثومة، ده كانسر قولون، استني بعد شهر وبعد ما تخلصي العلاج بتاع الجرثومة وخش اعملي لي على طول منظار وخدي عينة. في الاثناء دي هي انا تعبت جدا وجالي الام رهيبة، اخدت المخدة بتاعت ابونا فانوس وحطيتها على بطني. يوميها شفت العذراء جت وطبطبت على كتافي وبوصلي بكل حنان وقالت لي ما تخافيش، وبعدين بتبص، فانا ببص على نظرتها لقيت ابونا فانوس قدامي، وراح بيبصلي وبيضحك لي وراح حاطط ايده على بطني وضاغط جامد. كان فاضل اسبوع على المنظار، في خلال الاسبوع ده انا ما حسيتش باي الام اللي كانت بتجيلي ولا الدم اللي كان بينزل، ما مش موجود نهائي. بعديها رحت عملت منظار، الدكتور قال لي قولونك سليم نظيف 100%، كأنه جديد. حصل ان ابني كان سليم خالص وبيجري وبيلعب، بعد كده جم قالوا لنا ان هو عنده مرض نادر اسمه جيلينبري سيندروم، بيضرب الاعصاب وعلى حسب المنطقه اللي بيضربها. يعني بالنسبه لجوناثان كان ضرب ايديه ورجليه ووصل كمان للبلع، هو مش قادر حتى يمشي، مش قادر يقف، مش قادر يعمل اي حاجه. انا وهي اعصابنا تعبت في نفس الوقت. دهنانه بالزيت، وكان هو بيحب صوره العذراء بيحطها جنبه على طول، وطاقية ابونا فانوس كانت تحت المخدة. الواد نزل من السرير وبيروح وبيجي وبيقف لوحده وعايز يمشي خلاص. يعني هو بيقول شاف ابونا فانوس وراس ست العذراء. كنت عامل حادثة عربية كانت جامدة كبيرة جدا، رقبتي اتكسرت، كان المفروض هيجيلي شلل. كل الدكاترة قرروا كده، في اب كاهن فكان موجود هنا في الفترة دي واداني المنديل بتاع ابونا فانوس، كنت دايما بحطها على رقبتي. بس اثناء العمليه طبعا كنت لابس ست العذراء وابونا فانوس. الدكاتره مش متوقعين ان انا ممكن اتحرك ابدا، اول حتى تتحرك اتفاجئوا بيا ان انا قايم ماشي على رجلي. وانا في العنايه المركزه على اقولي محاليل والكونتر لوك عشان يوقف النزيف في المعده، فبطلب شفاعه الست العذراء، وخطر في بالي ابونا فانوس. وشفت ابونا فانوس جه طبطب عليا ورشني بالزيت ورشني بالماء وقال لي ما تخافش حاجه بسيطه. الصبحيه عمل المنظار وراح واقف قال لي انا عيد المنظار تاني. عاد المنظار قال لي ده فسفوسه، الكلمه الاهليه ابونا فانوس دي حاجه صغيره، فسفوسه صغيره جدا في حرف المعده، بس عمرها ما دي تعمل كميه الدم ده كله. فوجئت في مرة بعد ما اتنيح بحوالي سنتين إن واحدة جاية من السودان وقالت إن أبونا فانوس عمل معايا معجزة. كنت عيانة وكنت ما بشوفش وكنت داخل عملية، أبونا فانوس جاني في شباك قال لي حاجة خدي معجزة،
قلت له انت مين؟ قال لي انا ابونا فانوس. ومدلي يده كده نجد لها حاجه في عيني زي الصابون ويدانه منور فيه نور كده. لما داير يمشي قلت له انت من انت من مين؟ قال لي انا ابونا فانوس. قمت الصباح لقيت عيني قلتني بتشوف زي الفل. مشيت الدكتور قال لي انت ما عندك اي عمليه كويسه. وانت كنت تعرف ابونا فانوس قبل كده؟ ما بعرفه ولا شفتيه في الصور ولا اي حاجه؟ ولا في اي حاجه. واما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. ليل 19 ابريل قاعده انا على البلكون سهراني شي 3:30 الفجر، كنت عم بسمع ترنيمه لصوت ابونا فانوس يا سائح للقاء يسوع، بوصل لمقطع قلبه يضرب بعد قليل بالفرح وصوت التهليل، حفله عظيمه على السحاب والسهران يلبس اكليل. لما بوصل لهالمقطع بتطلع بلاقي فجأة بالسما كرسي بيضة قاعد عليها أبونا فانوس لابس دنية القداس البيضة وحامل الصليب بإيده ومعليه بالعالي، ملكين عن الشمال وملكين عن اليمين حاملين إكليلين ورد أبيض. قعدت مع أبونا مكاريوس وقلت له هل أبونا فانوس وصل لدرجة قداسة بنفس حجم قداسة أبونا عبد المسيح المناهري؟ وده كان سؤال مني يدل على ضعف، رغم ان بيتنا في دفش بتخرج منه ريحه بخور بتملى الشارع كله من اوله لاخره، وبيتنا كمان بتخرج منه اصوات ناقوس بيضرب. وانا جبت الكراسي حطيتها قدام البيت وابتديت الوم نفسي ليه انا قلت لابونا مكاريوس هذا الكلام، وبعمل ايديا كدهوت ورفعت وشي لفوق ولقيت ابونا فانوس صورته فوقية بالظبط، لابس تاج وبيضوي وبلون فضي والوجه بيضحك ومنور ومبتسم. قمت على حيلي على طول عملت مطانية في الشارع وطلبت السماح من أبونا فانوس. كارن عملت حادثة، جالها كسر في قاع جمجمة، دخلت العناية مركزة على جهاز تنفس صناعي. دخلت في غيبوبة من يوم الحد للأربعاء. الدكتور قال لي خلاص ربنا يتولاه. فاحنا كده طبعا فقدنا الامل. الوعي كان 2. انا كل اللي انا فاكراه الدخله ليسوع بعيط له وبقول ان انا عايزه ارجع لاهلي. قام قايل لي لاجل خاطر دموع امك هيرجعني. يسوع واقف هو والعذراء وجنبيهم ابونا فانوس، هما في مكان ابيض، مكان انا مش عارفه هو لونه حلو بس وبينور. بعد كده لما ابتدت تفوق كانت بتقول كلام غير مفهوم، لغه غير مفهومه ما نعرفهاش، وقعدت تقول ألوف ألوف ربوات ربوات، وأنا مش فاكرة أي حاجة بس بمعنى أن أنا كنت في السماء. وفيها إيه يا أبونا السماء؟ فيها جمهور من الملائكة بيرنموا ويقولوا المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. السماء فيها جمهور من الملائكة سبحوا ربنا. كان أبونا فانوس في بساطته مثل الأطفال فتعلق بهم وأحبهم وأحبوه، واستمر هذا الحب حتى بعد نياحته، فكثيراً ما كان يظهر لهم. بعد نياحة أبونا فانوس بحوالي سنة ربنا رزقنا بمريم. كانت بتشتكي من عينيها، من مناخيرها، من بقها، من ودنها، وعلى طول كانت بتعيط وإحنا مش عارفين إيه السبب. وفي لحظة نشوفها إنها خايفة وتقعد تعيط أكنها شافت جسم غريب ماشي قدامها في البيت. فحاولنا نحل الموضوع مش عارفين خالص. في يوم كانت مامتها تعبت جدا من عياط مريم فبصت لأبونا فانوس وقالت له يا أبونا فانوس اتدخل أنا مش عارفة أعمل إيه. فسابت مريم في الأوضة بتاعتها وراحت تعمل حاجة. على ما رجعت لها لقيتها بتضحك. إيه يا مريم؟ قالت لها بابا فانوس كان هنا. بابا فانوس عمل إيه؟ عشان يا أب جاب الزيت وقفل البيت وحطاني هنا وهنا 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 قفل الباب ومشي. قلت له باي باي يا بابا فانوس باي باي. لقينا مريم اتغيرت خالص، ما عادش في موضوع الخوف، ما عادش في موضوع العياط، ما عادتش بتشتكي من أي حاجة. هي أنا عندي بنت إيلاريا كان عندها 3 سنين كانت بتشتكي دايماً من بطنها. قعدت حوالي أسبوع أو 10 أيام كل يوم بطن بطن وكل يوم نروح للدكتور. كانت بتألم لدرجة إنها كانت بتألف في الأرض من بطنها. يا دكتور اللي فيها في الأشعة موجودة؟ قال ده حصوتين على المرارة. واحدة 7 ملي.
صدمنا يعني بعد 7 سنين زعلنا عليها زعل شديد ان هي بعد 7 سنين جت وعندها حصوتين. كان اخويا بيخدم في دير الأنبابولة، كان بعت لنا منديل ابونا فانوس والزيت بتاعه، فدهناها بالزيت وحطينا المنديل جوه هدومها. صحيت الصبح وقلت لماما يا ماما ابونا فانوس حاش الحصوتين. بعد كده رحت عند الدكتور بعد 10 ايام عملنا لها اشعه، مفيش الحصوه مش موجوده، نزلوا يعني جد ولا معجزه. اكتشفنا مين اللي هو بيقع كتير، يعني يمشي خطوه يعني خطوتين يروح واقع. لما لقيته بدا الثلاث سنين يحط ايده على ركبته وعشان يضغط على رجله ويمشي، كان يحط الايد على الركبه والكتف التانية تنحني عليه. رحنا لدكتور عظام قال لك اعمل إشعة مقطعية. راح أول ما عمل إشعة لقى في مفصل مش موجود، المفصلين اللي في حوض المية واحد فيهم مش موجود. عاوز علاج طبيعي ومش هيمشي لغاية يعني بعد 16 سنة لازم تركب له مفصل. راحت لأبونا فانوس. أنا قلت أول ما حطيته على الجسد قلت له أنا جايبه لك وأول مرة تشفع فيه وأول مرة أسمع عنك وجيلك، ولا عمري شفتك ولا قابلتك بس جاية وعشمانة فيك. فبعد 7 شهور رحت للدكتور مينا تاني عشان أعمل له إشعة، فلما عملت الإشعة الجديدة خد الجديدة والقديمة، ولما لقى العظمية اتزرعت قال لي في حاجة غريبة حصلت. قال لك الواد حصل له معجزة. فعملت إيه أو عملت إيه؟ رحنا قلنا له إحنا قلنا شلها أبونا فانوس، وهو اللي كان زرع له المفصل بتاع رجله. لما كان ابونا فانوس عايش كانوا بيجوا من جميع انحاء العالم ومن مصر، فما كانش كل اللي بيجي يقدر يشوفه، لكن دلوقتي نشكر ربنا وهو في المزار عندنا هنا كل الرحلات بتيجي وتتقابل معاه وبتاخد بركته. كنت رايحة أعمل عملية قلب مفتوح، وبعدين الدكاترة قالوا لي لازم تعمليها تغيير صمام. أنا تعبت، أنا معايا 3 أولاد ومعرفش أنا هعمل إيه. كنت باجي أقف أروح واجع يغمى علي، ما كنتش بلاقي حد يقومني من مكاني، فربطت شرب كبير على راسي ورحت حطها على عينيا وقعدت بقى ببكي وبعيط. بصيت لقيت حاجة بتفك الإشارة من على عينيا ونور بيساطع في وشي. هنا فانوس جي وجاب حبايبه معاه، الصداع والتعب والألم اللي كان في جسمي راح كله. عاش أبونا فانوس في عشرة مع روح الله منذ صغره ليعطيه الكثير من مواهب وثمار الروح. أدينا دروس مهما أتكلم عنها مش هنقدر نكمل. عشنا معه حياة طيبة بس ما قدرناش نقتل نعمل عمله. ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعته في السماء. واذكرنا يا أبونا فانوس، واذكر الكنيسة كلها طلعت لفوق وبقيت مع السمائيين. وأيضاً فلنشكر الله بعامة الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن نقف في هذا الموضع المقدس. الراهب المضيء القمص فانوس الأنبابولة.